يعد مرض ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المنتشرة والشائعة في أنحاء العالم، حيث أنه 86 مليون مريض مثلاً من ارتفاع ضغط الدم في أمريكا يعانون من عدم السيطرة عليه. ثلث مرضى ارتفاع ضغط الدم حول العالم يعانون من ما يسمى بارتفاع ضغط الدم العنيد أو المستعصي على الأدوية. اليوم سيكون هذا محور حديثنا، ارتفاع ضغط الدم العنيد أو الممنع، ما هو؟ كيف يتم تشخيصه؟ هل من طرق علاج وهل من طرق وقاية؟ ضيفنا الذي سيجيبنا عن هذه الأسئلة هو الدكتور إسلام أبو سيدة، استشاري أمراض القلب والشرايين. حياك الله معنا دكتور إسلام. الله يحييك، أهلا وسهلا. دكتور إسلام، بداية عندما نتحدث عن ارتفاع ضغط الدم وقبل التحدث عن نوع من ارتفاع ضغط الدم وهو العنيد، ما هي معدلات ضغط الدم الطبيعية التي يجب أن تكون موجودة لدى الجنسين ومن شتى الفئات العمرية؟ سؤال طيب. هذا السؤال بهم كل الناس والسادة المشاهدين تحديدا. أجمعت جمعيات القلب في العالم الأوروبية والأمريكية وأكثر من جمعية أخرى أنه المعدل الطبيعي هو المعدل الذي بيكون ضغط الانقباضي تحت 140، نعم، والضغط الانبساطي اللي هو تحت 90. في فروقات بسيطة في بعض الجمعيات، الكل يطمح إلى 120 على 80، بيقولوا أنه في هاي نورمال اللي هو الارتفاع الطبيعي الأعلى المقبول 130 على 80، بعد هيك بيقولوا أنه هذا الإنسان عنده استعداد ليكون مرض ضغط. المرض الضغط هو 140 على 90 فما فوق، هذا مريض ضغط رسمي. طبعا ما بيكفي قراءة واحدة عشان نقول هذا المريض عنده ضغط، يجب عدة قراءات على فترات متفاوتة. نعم. إذا كان هذا الضغط مرتفع في أكثر من فترة، هذا هو ارتفاع ضغط الدم الحقيقي. ارتفاع ضغط الدم هذا القاتل الصامت كما تسمونه وكما يسمونه في الولايات المتحدة، هو أشبه ما يكون بإخراج الجن من المصباح ثم إعادته. نعم. غاية في الصعوبة دكتور، عندما ترتفع مستويات ضغط الدم كما أشرت، نحن نحتاج إلى قراءات في أوقات متفاوتة. هل تستطيع الحكم من أول قراءة ولأول وهلة بأنه هذا مريض ضغط؟ لا، حقيقة هذا سؤال مهم، لأنه مرضانا يصابوا ببعض من الهلع، بحالات هلع من قياس واحد أو من قراءة واحدة بارتفاع ضغط الدم، وهو شيء جيد أنه الإنسان يحتاط ويخاف، لكن ما بدنا يكون نوصل لحالة من الهلع. ما عنيته أنه قراءة الضغط يجب أن تكون في وقت مثالي، يعني أنا دائماً بحاول أبسطها لمرضاي وأحكي لهم أنه لما بتقيس ضغط الدم ما بصير تكون مدخن باكيت دخان كامل وشارب 5 فناجين قهوة وبعدين تقول والله ارتفع ضغطي، أو ملح، أو كنت ماكل أكل مالح شديد الملوحة وصار عندي صداع ولقيت ضغطي عالي، أو عصبت مثلاً لأي سبب كان وصرت في حالة نوبة من الذعر لأي سبب كان وأدت إلى ارتفاع في الضغط. القراءة ممكن تتعارض عند تناول أدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية مثل إيبوبروفين أو مثلا أدوية موانع الحمل. نعم، يعني حقيقة ارتفاع الضغط له مسببات كثيرة، أحدهم وأشهرهم على الإطلاق خصوصا عند كبار السن تناولهم للمسكنات، مسكنات المفاصل. نعم. حقيقة هم يعني يجب سؤال أي مريض عن هذه الأدوية، لأنهم غالبية المرضى بيأخذوا هذول الأدوية وما بيعتبروهم دواء، لأنهم بسموهم على الطريقة الأمريكية over the counter، موجودين عند الصيدلية بدون وصفة، لا يحتاج لوصفة طبية. نعم. فقط بروح على الصيدلية وبيحكي له بدي دواء مسكن لظهري أو مسكن لألام المفاصل وبيعطيه، فهو لا يعد هذا للأسف شديد أنه هذا دواء يعني قد يسبب بارتفاع ضغط الدم. نعم. نفس الشيء عند السيدات اللي تناولوا موانع الحمل، وإحنا متأكدين انه اذا لم نسالهم ما حيعتبروا هذا هو انه هذا دواء، اني انا باخذ دواء، فموانع الحمل قد تكون مسببه للاسف الشديد بارتفاع ضغط الدم. نعم. فلذلك فالقراءة قد تكون زائفه دكتور، التاريخ المرضي يجب اخذه بحذر وتفصيل شديد عند الحكم على انه مريضنا عنده ارتفاع في ضغط الدم او لا. اليوم دكتور موضوعنا هو ضغط الدم العنيد، هذا الموضوع الذي اخترته واوصيت بالحديث عنه. كيف يكون دكتور ضغط الدم العنيد؟ ما هو؟ تمام. ضغط الدم العنيد هو ببساطة ارتفاع ضغط الدم زي ما حكينا 140 على 90 الضغط، الانقباضي فوق 140 والانبساطي فوق 90، للأسف بوجود 3 أدوية ضغط أو أكثر
يعني بالرغم من تناول 3 أدوية أو أكثر من ضمن هذا الدواء، البعض دكتور يتناول 6 أدوية صحيح من مرضى الضغط. فتعريف الضغط العنيد الممنع أنه نأخذ 3 أدوية أو أكثر من ضمنها مدر للبول، ويكون ضغط الدم فوق 140/90. يعني بالرغم أنه مريضي التزم وأكد لي أنه أنا أخذت الأدوية 3 اللي أنت أعطيتني إياهم أو أكثر ولم يحصل على النتيجة المطلوبة، ولم يحصل على النتيجة وما زال الضغط مرتفع، هذا بنسميه ضغط ممنع أو ضغط عنيد. المشكلة في ضغط الدم الممنع أو العنيد قد يكون مؤشرا لوجود أمراض أخرى. نعم. مرتبطة مثلا بالكلى، مرتبطة بنشاط الغدد. نعم. دعنا نصف هذا الارتباط دكتور. اسمحي لي أبدأ قبل الارتباط هذا، وهو ارتباط مهم جدا، موضوع ارتباطه بالكلى أو ارتباطه بهرمونات الجسم التي تفرز من الغدد اللي فوق الكلية. كبري. بصراحة بدي أعرج على أهم قضية. أهم قضية أنه نكون متأكدين بداية أنه في بعض الأشياء تسبب ضغط عنيد وممنع قبل ما نبحث في هذه الفحوصات أو نتأكد أنه الكلية أو غيرها مسبب بهذا الضغط العنيد. أسباب بيئية دكتور؟ تمام. هلأ رقم واحد بصراحة لازم نركز عليه أنه طريقة قياس الضغط هي قضية مهمة جدا. نعم. في عندنا ناس بتكون يعني صحتهم كويسة بكون عندهم يعانوا من السمنة، وبيقيسوا بنفس الكف قياس الضغط اللي بيقيسه الإنسان الضعيف، ولذلك هذا بيعطي falsely high، بيعطي قراءة مرتفعة وهي قراءة خاطئة. فيجب أنه نوفر الكف المناسبة لقياس الضغط لكل إنسان على حسب جسمه. طبعا هو يعني في إجماع عالمي أنه عندنا تقريبا 3 sizes، 3 أحجام من الكفات اللي بيقرأوا قراءة الضغط، كفة صغيرة وكفة عادية لأغلب الناس، وكفة كبيرة للناس اللي يعانون من السمنة. نعم. فما بصير مريض السمنة يقيس بنفس الكفة الضغط لإنسان هو وضعه الصحي سليم أو متوسط الوزن مثل ما يقولون. هذا رقم واحد، فيجب أن نحصل على قراءة مثالية بالدرجة الأولى باختيار الكفة المثالية للإنسان الضغط المثالي. هذا رقم واحد. اثنين، زي ما حكينا عن موضوع الملح، في عنا أسباب. يعني أنا أتذكر قضية أحدى مريضاتي في أمريكا كانت يعني من المفرطين بتناول الملح وما كانت تعبر عن هذه القضية، وكنا يعني نعالجها ب5 أدوية ضغط، وللأسف كان الضغط عنيد وممنع. المشكلة دكتور اسمح لي على المقاطعة، الناس ينظرون عندما تقول أطعمة مملحة هم ينظرون الأطعمة المبالغ فيها في وضع الملح، لكن هم لا يدركون بأن بعض الأطعمة أو بعض السلطات أو بعض مثلا أنواع الجبن التي تحتوي على درجة عالية من الصوديوم بحد ذاتها مهددة بارتفاع ضغط الدم. الشيبسات والمواد المعالجة، الأطعمة المعالجة سريعة التحضير بحد ذاتها، حتى وإن لم يكن طعمها مملح هي بالتالي مهددة لارتفاع الصوديوم فيها. فلذلك يعني أنا بنصح كل مرضاي قبل ما إنه نبدأ بالعلاج المكثف، نبدأ بالتركيز على تغيير نمط الحياة. نعم. وتغيير نمط الحياة هو محاولة من الإقلال الواضح من تناول المفرط للموالح والمواد الحافظة اللي كلها مواد مالحة، وهذه تسبب ضغط عنيد. قضية ثانية اللي هي موضوع السمنة والشخير الليلي، في ناس يغفلوا عن هذه القضية. هنا العلاقة وحقيقة الوطيدة. هو أشهر قضية عالمية الآن هي موضوع الشخير الليلي أو انقطاع التنفس عند النوم. هذا يسبب ضغط عنيد وممنع، وحالات كثيرة مجرد أنه عالجناها من خلال الكمامة والذهاب لطبيب الصدرية وعمل فحص النوم، مجرد أخذ الكمامة الليلية بدأ يستجيب المريض باستجابة رائعة جدا، وبدأ الضغط يعود لمعدلاته الطبيعية. عظيم. وبدأنا نقلل من كميات الهائلة من أدوية الضغط لهيك العلاج مثل هذه الحالة. فيجب أول شيء إدراك هذه الحالات، تشخيصها المسبق، ثم عمل فحص النوم، ثم الذهاب إلى المختص لإعطاء العلاج المناسب من الأكسجين لمثل هذه الحالات. نعم. فهذه قضية موضوع التنفس وموضوع انقطاع التنفس الليلي. القضية اللي طرحتيها حضرتك موضوع الهرمونات والكلى قضية جدا جدا مهمة. الكلى نفسهم، تروية الكلى قضية جدا مهمة، أنه نتأكد أنه شرايين الكلية يصلها دم كافي. تضيق شرايين الكلية أحد الأسباب المعروفة عالميا بارتفاع ضغط الدم، وبالذات عند كبار السن، ولذلك ننصح كبار السن إذا كان عندهم ضغط عنيد نعملهم ألتراساوند نتأكد، أو صور خاصة نتأكد من عدم تضيق شرايين الكلية. نعم. الآن قضية الهرمونات والبحث في الهرمونات، أنا تطرقت لكل الأمور قبل ما أتطرق للهرمونات لسبب واحد، أنه موضوع الهرمونات موضوع نوعا ما مكلف للي ما عنده تأمين، فأنا عشان هيك بحاول أمشي بطريقة
بسيطة مبسطة مع والأقل تكلفة. والأقل تكلفة، ثم أتوجه للتحاليل اللي نوعا ما قد تكون مكلفة. فحوصات الهرمونات بشكل عام لغير مؤمنين مكلفة، هدول تحتاج إلى تجميع بول، نتأكد من بعض الهرمونات، وعم بحكي عن الهرمونات تحديدا اللي هي تفرزها الغدة فوق الكلية، فوق كذرية. الكلية الغدة الكظرية. ولكن الدرقية أيضا تلعب دور دكتور. نعم 100%، وطبعا شائع جدا عندنا أمراض الغدة الدرقية، وقد تكون نشاط أو كسل الغدة الدرقية أحد أسباب الضغط الممنع أو الضغط العنين. نعم. هناك أسباب كثيرة، لكن هذه بالمجمل أشهر الأسباب المتعارف عليها في العالم متسببة بالضغط العنيد أو الممنع. وهذا ما يميزك دكتور، بأنك دائما ما تضع يدك على الوقاية قبل أن توصي بالعلاج، فتقول للمريض قبل أن تأتيني للعيادة هل نمط حياتك صحي؟ التزم بنمط حياة صحي إن لم تكن الأعراض شديدة. فدعنا نتحدث دكتور عن العلاج. تمام. العلاج من الدرجة الثانية، نحن تحدثنا عن الوقاية، ولكن تمام. العلاج كيف يبقى؟ الآن العلاج مثل ما حكيت لك، أهم شيء نتأكد من المسبب. إذا كان متسبب تصلب شرايين أو تصلب شرايين الكلية، نعالج تصلب شرايين الكلية بتوسيعها من خلال قسطرة. عمليات أو قسطرات أو دعامات أو بالونات توسع شرايين الكلية. والكي على دكتور. سبيل المثال الكي. الآن قضية الكي هي قضية يعني نوعا ما معقدة نوعا ما، لسبب واحد تم الإجماع عليها سابقا، موضوع كي اللي هي شرايين الكلية لتخفيض الضغط. حصل أنه أجريت أبحاث جديدة وتناقضت مع الأبحاث السابقة، والآن عادت مجددا لتسليط الضوء على موضوع الكي كأحد الأسباب الرئيسية في معالجة الضغط العنيد والممنع، خصوصا وأن إجراءاتها إلى حد ما معقدة دكتور، ولا تعتبر بالهينة. الحقيقة أنه إجراءاتها معقدة ماديا. نعم. سريريا هي ليست معقدة حقيقة. قد ينجم بعض الأضرار عن ناتجة قليلة جدا 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 قليلة، لكن قد ينتج أضرار عن عملية الكي، أيام بصير في تراجع بسيط في وظائف الكلى، أيام ممكن تتأثر الكلية سلبا، لكن هذه حالات نادرة. وهل يوجد دكتور قسطار للكي مناسب لهذه الحالات؟ نعم موجود. تم تطوير. نعم موجود حاليا في العالم. نعم. عاد الضوء يتسلط على هذه القضية من أول وجديد بعد فترة انقطاع تقريبا 5 أو 7 سنين. الآن عاد الضوء بأبحاث جديدة بأدوات جديدة لعملية الكي ونتائجها جيدة ومبشرة. نحن هنا دكتور نستهدف العصب الواصل ما بين الدماغ والكليتين. نعم أنا متحفظ عليها في الوقت الحالي حتى تصدر أبحاث توثق عدم حصول ضرر لمرضانا تحديدا تؤثر على وظائف الكلى في الوقت الحالي. نعم. الإجراءات الجديدة والأبحاث الجديدة التي عادت مؤخرا وسلط الضوء عليها القضية مؤخرا مبشرة بالخير، لكن إلى الآن غير كافية. إلى الآن غير كافية. نعم. أكون صادق معك. فإذا نبحث عن المسبب، إذا كان الموضوع هرموني أيام نضطر نتدخل عملية جراحية. هرموني دكتور، كنت تستهدف هرمونات الغدة الكظرية، ولكن في الأونة الأخيرة تراجعت عن هذه الخطوة قليلا. حقيقة بعتمد، لأنه في هرمونات سيئة قد تكون متسبب بها كانسر. نعم. أو سرطان، فهذه يجب استئصالها، لكن في بعض الحالات بيكون فقط تضخم في الغدد فوق الكلية، وهذه تعالج علاج دوائي فقط والاستجابة رائعة في كثير من الحالات. نعم. ولذلك يجب أهم شيء التشخيص ومعرفة المسبب، ما هو نوع الورم، ما هو نوع الهرمون الذي يفرز من هذا الورم، والذي قد يقف وراء ارتفاع ضغط الدم العنيد. بما أنك ذكرت الأدوية دكتور، وهذه الأدوية بحد ذاتها لها حديث مفصل. نعم. أدوية ضغط الدم من المعروف بأنها قد تناسب شخص ما، ولكنها لا تناسب شخص آخر بنفس العمر ونفس الظروف ونفس مستوى ارتفاع ضغط الدم. وهذا ما أحاول هل أقنع. السبب دكتور هو أنه لا توجد أسباب واضحة إلى الآن لارتفاع ضغط الدم؟ نعم. تعزى. سؤال جميل. هو 90% من حالات الضغط للأسف الشديد بسموها essential، يعني لا يوجد لها مسبب واضح. فقط 10% وضعنا إيدينا وعرفنا شو الأسباب المسببة. تخيل دكتور هذا رقم غير مبشر أبدا. نعم. 90% هو essential وغير ومجهول. اسمح لي دكتور، هل السبب بهذا الرقم المهول هو عدم كفاية الأبحاث العلمية؟ حقيقة العلم متطور في كل يوم، في مواضيع شائكة
ومواضيع جينية قيد الدراسة وقيد البحث، لكن إلى الآن في العالم كله 90% المتسبب مجهول الهوية. الآن الذي أظهر هذا المسبب هو نمط الحياة تبعنا، ولذلك أنا بحرص على أنه حتى لو كان عندي قابلية يكون عندي ضغط دم، أحرص على تغيير نمط حياتي بما يتناسب أني لا أتناول ضغط الدم، وهذا ما أحاول إيصال رسالته لأغلب مرضاي. المشي، الغذاء المتوازن، تقليل الوزن، تقليل المنبهات، عدم تناول الكحول. المشكلة المنبهات لا تقتصر فقط على الكافيين، إنما هنالك أيضا منبهات من حولنا قد تهدد الصحة النفسية. صحيح. وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. صحيح. وهنا السؤال دكتور، ما هي العلاقة ما بين التوتر والقلق وارتفاع ضغط الدم؟ هل من علاقة حقيقية؟ أنا متأكد أنه علاقة حقيقية جدا، وعندنا أبحاث تثبت هذا الكلام. القلق والتوتر يؤدي إلى إفراط في هرمون الأدرينالين، والأدرينالين هو الهرمون العاطفي. نعم. سواء حزن أو سواء فرح شديد. نعم. هذا يؤدي إلى فرط في إفراز الأدرينالين، والأدرينالين يتسبب في تسارع ضربات القلب، وتسارع ضربات القلب يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. ففي علاقة وثيقة جدا جدا بين التوتر والاكتئاب وحالة الهلع وما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم. تخيل دكتور هذه العلاقة المفتوحة ما بين التوتر والقلق، ارتفاع ضغط الدم، مما يقود إلى الإصابة بأمراض القلب ولاحقا قد يتسبب بذبحة صدرية أو حتى سكتات دماغية تؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف. كم هي العلاقة دكتور معقدة، وكم هي تبدأ بحل بسيط هو التخفيف من القلق والتوتر؟ قد لا نستطيع إدارة حياتنا، لكن نستطيع إدارة أنفسنا. نعم. تمارين التأمل دكتور تفيد في التخفيض من؟ بصراحة بركزوا عليها كثير في الغرب، عندنا بصراحة مش ماخذة حقها. المديتيشن والريلاكسيشن والجروب ثيرابي والريلاكسيشن ثيرابي، هدول الأشياء بصراحة من أبدع ما يمكن. التأمل، العلاج الجماعي نسميه جروب ثيرابي، ريلاكسيشن ثيرابي اللي هو الارتخاء، كلها مدارس وطرق فعالة ورائعة جدا بتخفيف الاكتئاب والتوتر وزيادة فرط إفراز الأدرينالين، والذي يسبب بالدرجة الرئيسية بارتفاع نبضات القلب وضغط الدم. اسمح لي دكتور بسؤال يرد كثيرا، هل أدوية ضغط الدم تبقى مرافقة لنا طوال فترة حياتنا؟ وإن كانت مرافقة لنا طوال فترة حياتنا، هل تبقى بنفس المستوى من الجرعات، نفس الدوز؟ رائع، هذا برضو سؤال مرضاي بيسألوه كثير، إنه أنا صار لي متعود على هالدواء 5 سنين بطل يجاوب. يعني إنه هل فعالية الدواء تنتهي؟ حقيقة هي لا تنتهي أو لا تتغير، لكن المتغير الحقيقي هو البشر نفسهم. أنا إذا أقللت من كل المتسببات بهذا ارتفاع الضغط، قد لا أحتاج إلى دواء ضغط في على المدى البعيد. عظيم. وعندي حالات ناجحة جدا، كثير من مرضاي التزموا بالرياضة، وكثير من مرضاي غيروا نمط الحياة وغيروا نظام الأكل واتبعوا نظام غذائي صحي، وأكاد أجزم أنه نجحنا نجاح ساحق، يعني سنين طويلة بدون أدوية. نعم. لأنه احنا عرفنا المتسبب. الآن المتسبب ليس هرموني وليس تصلب شرايين، المتسبب هو طبيعة نمط الحياة. نعم. الاكتئاب، التوتر الشديد، الكحول، الإفراط في النيكوتين والدخان، وكل المنبهات، قلة النوم، كلها مدعاة ارتفاع ضغط الدم. بمجرد التزامنا بحياة صحية سليمة، تمام، قللنا من هذه الأدوية وتجاوب المريض، وأغلبية مرضى اللي اتبعوا نظام صحي لم يحتاجوا إلى أدوية على المدى البعيد. عندما يأتيك دكتور مريض ضغط دم، من هي الحالة الأشد خطرا، ارتفاع ضغط الدم أم انخفاضه؟ الارتفاع هو شيء خطير جدا، عشان تكوني بالصورة على المدى البعيد. الانخفاض يعني انخفاض الدم، في ناس كثيرين ليس لديهم أي مشاكل في الدورة الدموية وعندهم ضغط الدم منخفض. نعم. هذول بحاجة نوصيهم دائما شرب سوائل، وجبات خفيفة متكررة خلال 24 ساعة. هذول طالما عضلة القلب سليمة وانخفاض الدم ليس سببه التهابات أو مشاكل في الدورة الدموية أو ليس سببه هرمونات، ما في داعي للقلق إطلاقا. بالعكس، حالة صحية أنه يكون ضغطي أنا من نوع المنخفض، طبعا
طالما أنا بقوم بقدراتي كاملة وبدون أي مشاكل متعاقبة أو مترتبة على هذا الانخفاض. انخفاض الدم الناتج عن ضعف في عضلة القلب هذه قضية شائكة، موضوع آخر يختلف تماما. إنسان صحي وضغطه منخفض هذا شيء كويس، بس مطلوب منه شرب سوائل وجبات خفيفة ويدير باله حاله بس. إذن دكتور، ما أستشفه من خلال هذا الحديث اليوم بأنه ارتفاع ضغط الدم العنيد والممنع الذي لا يشيع ذكره، إنما هو موجود بشكل واقعي وتلمسونه أنتم كأطباء قلب، هو الذي يكون مستعصي على الأدوية بحيث أن المريض يتناول 3 أدوية فما فوق من ضمنها مدر، لازم يكون من ضمنها مدر للبول، يجب أن يكون من ضمن الـ3 أدوية، يعني بياخذ 3 أدوية من ضمنها مدر للبول فما أكثر، وضغطه لسه ما زال فوق 140/90، معناها هذا مريض ارتفاع ضغط الدم العنيد. والعلاجات متاحة دكتور، أولها الحفاظ على نمط حياة صحي، التشخيص الصحيح رقم 1، نشخص الحالة ما هو المتسبب، ثم العلاج الذي يلي التشخيص. أنا شاكرة لك دكتور إسلام أبو سيدو، استشاري أمراض القلب والشرايين، على المعلومات اللي قدمت اليوم لنا في عوافي. نتمنى دائما الصحة والسلامة لمرضانا، ونتمنى دوام العافية للأشخاص الأصحاء. كل الشكر لك دكتور. شكرا لكم، أهلا وسهلا.